وصلنا يا إخواني المشاهدين إلى آخر مسائل الباب التي تتعلق بإعراب الفعل من ألفيت بن مالك. وكنا قد ذكرنا من قبل أن المضارع ينصب بعد الفاء بأن المضمر وجوبا، قلنا إذا كانت هذه الفاء تدل على الجواب. فمثلا تقول اقترب من الأستاذ ف تسمع جيدا، مثال تسمع فعل مضارع منصوب بأن المضمر بعد الفاء وجوبا، لكن قلنا أن شرط هذا النصب أن يكون الطلب محضا، وعرفنا المحض بأنه ما كان بالفعل الأصلي، الفعل الأصلي هكذا. ثم ذكرنا أننا لو استغنينا عن الفاء كمرحلة ثانية فإن هذا المضارع ينتقل من النصب إلى الجزم، فتقول اقترب تسمع هكذا مجزوم. وذكرنا أنهم اختلفوا في الجازم، هذا كله مراجعة لما سبق، يعني ما الذي جزم هذا الفعل. منهم من قال الشرط المقدر قبل اقترب، يعني تقديره إن تقترب من الأستاذ إلى آخره، وبعضهم قال لا هو الطلب، الطلب هو الذي نصب الفعل. على كل حال هذا مراجعة لما سبق ذكره. الآن ابن مالك ماذا قال؟ قال والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا. يعني إذا اختل شرط المحض، نحن قلنا لابد أن يكون الطلب محضا، وعرفنا المحض بأنه ما كان بالفعل الأصلي كما ذكرنا. الآن السؤال إذا لم يكن بالفعل الأصلي، يعني لم يكن محضا، فماذا يكون الحكم؟ الجواب قال لك لا تنصب جوابه، يعني لا يقبل أن ينصب بعد الفاء، فهنا النصب يسقط. لكن بالنسبة للجزم ماذا قال؟ وجزمه قبلا، يعني يجوز لك أن تجزم إذا أسقطت الفاء، يجوز لك أن تجزم ولو لم يكن الفعل أصليا. فمثلا صه هذا اسم فعل بمعنى أسكت، صه نقول تسمع، فتسمع فعل مضارع مجزوم. لماذا جزمناه؟ لأنه يقبل الجزم كما قلنا ولا يقبل النصب. فهذا معنى قول ابن مالك والأمر إن كان بغير فعل، يعني مثلا اسم فعل أمر كما في المثال الذي ذكرناه، تنصب جوابه وجزمه قبلا، يعني اقبل أن يجزم إذا أسقطت الفاء. هذه المسألة الأولى. ثم قال رحمه الله والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ماء إلى التمني ينتسب. جاءت مسألة الرجاء، والرجاء هو أخو التمني. نحن ذكرنا في أنواع الطلب قلنا التمني. قد يقول قائل طيب والرجاء هل يدخل معنا؟ أخبرك ابن مالك في هذا البيت قال نعم الرجاء كذلك يدخل. قال والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ماء إلى التمني ينتسب. ومثاله قول الله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، أنا أكتب الشاهد فقط، أسباب السماوات فأطلع الآية الكريمة. الشاهد أطلع فعل مضارع منصوب بأن المضمر بعد الفاء وجوبا وعلامة نصبه الفتحة. جاء بعد قولنا لعلي التي تفيد الترجي، وهذا يفيد كما قال ابن مالك والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ماء إلى التمني ينتسب. ننتقل إلى المسألة التالية. ثم قال رحمه الله وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. نضع عنوان لهذه المسألة نقول العطف على الاسم الخالص، مثاله كأن تقول ولبس عباءة وتقرعين، البيت المشهور. فتقر فعل مضارع منصوب بأن مع أنه عطف على اسم خالص، والاسم الخالص هو الذي ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول، يعني لا يشبه الفعل، ومنه لبس عباءة وتقر عيني. فهنا قال ابن مالك أنه يجوز أن تنصب الفعل المضارع بأن إما ظاهرة أو مضمرة، حتى قال بعض أهل العلم أن هذه المسألة كان ينبغي أن تقدم، يعني تذكر بعد لام كي. على كل حال فهذا معنى قوله وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ظاهرا أو منحذف. ويفهم منه أنه إذا عطف على اسم غير خالص كاسم الفاعل مثلا فهنا لا يجوز لك النصب،
لهذا الشرط، يعني لأن هذا الشرط تخلف. نحن قلنا يجب أن يكون الاسم خالصا. ثم ختم ابن مالك هذا الباب بقوله: وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى. يعني الآن لما أخبرك عن المواضع التي تحذف فيها أن وجوبا والمواضع التي تحذف فيها أن جوازا، قال لك إذا جاءك من كلام العرب ما يخالف هذه القواعد فاحكم عليه بالشذوذ، يعني تحكيه ولا تقيس عليه. ومثل له يعني ابن عقيل الشارح بقوله: خذ اللص، أنا أكتب الشاهد فقط، خذ اللص قبل يأخذك، فيأخذك فعل مضارع منصوب بأن المحذوفة قبله. لكن لو تلاحظ أن هذا الشاهد لا يدخل في المواضع التي ذكرناها من قبل فيحكم عليه بالشذوذ. وهكذا نكون قد ختمنا هذا الباب، نلتقي في مقطع قادم بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.